الراديو 90-90 هواها مصري. هنبدأ مع بعض على طول وبسم الله كده نبدأ مع بعض. سوشيال ميديا النجوم وعلى انستجرام نزل المخرج مجدي الهواري صورة جديدة من بروفات مسرحية صراع في الفيلا اللي بيلعب بطولته محمد هنيدي، وعلق مجدي وقال الحمد لله سددنا لهنيدي الاشتراك في نادي الملوك. أما بقى أمير كرارة فنزل صورة جديدة لي مع شيكو من الساحل الشمالي، وعلق أمير على الصورة وقال آخر يوم في الساحل الشمالي أقفل مع أكتر حد وأكتر واحد بحبه أبو قلب أبيض شيكو. هنروح بقى لعاصي الحلاني. الحقيقة نعى الفنان الأردني ياسر المصري اللي توفى بعد تعرضه لحادث سير في العيد، وكتب على تويتر: تعرفت على ياسر المصري في العمل المسرحي زايد والحلم، ومن خلال تواجدنا في المسرح لأكثر من 4 شهور تشرفت بالعمل مع فارس نبيل خلوق، فنان مبدع خير سفير للفن العربي ولبلده الأردن. رحيلك خسارة كبيرة يا صديقي الغالي، رح تبقى بالبال إلا جنات الخلد بإذن الله. الحقيقة كمان أسر ياسين نعاه كتب على تويتر: وفاة الفنان الأردني الجميل ياسر المصري، اتعرفت عليه في مسلسل العهد وكان من أنظف وأرقى الشخصيات، الله يرحمه ويصبر كل أهله على فراقه. عزائي للشعب الأردني الشقيق، البقاء لله. الحقيقة اللي أثر فيا من النجوم أو أكتر النجوم اللي أثروا فيا في نعيهم للفنان الراحل ياسر المصري كانت صبا مبارك. صبا مبارك نزلت فيديو، يعني لدرجة إن هي ما قدرتش تكتب نعي، نزلت فيديو ليها وهي منهارة من العياط وبتنعيه وبتقول قد إيه كان هو إنسان خلوق. ففعلا البني آدم بيروح لكن سيرته هي اللي بتفضل، فالله يرحمه يا رب ويصبر كل الناس على فراقه. هنروح بقى لمها أحمد. مها أحمد نزلت صورة على فيسبوك ليها طبعا على فيسبوك مع ابنها وهم على الشط، كتبت على الصورة: أحلى عيد وأجمل بحر مع حمودي، ربنا يخليك ليا. هنا زاهد بقى نزلت صورة ليها ووجهت الشكر لكل حد كتب رأيه في دورها في فيلمها الجديد بني آدم. سامو زين هو كمان وجه الشكر لجماهيره بعد طرح الألبوم الجديد لو عمري يرجع، وقال على تويتر: ردود الأفعال على الألبوم الجديد خلتني أحس أني لسه ببتدي مشواري من جديد، مشواري الفني. أشكركم وأشكر ثقتكم فيا طول ما أنتوا في ظهري وسندي في الدنيا، ده دي هقدم لكم أفضل ما عندي. رغب علامة بقى نزل صورة من حفلته في لبنان وكتب على تويتر: شكرا غصة على هذه الليلة اللي كانت مسك لختام الصيف، استمتعت بزيارة هذه المنطقة الساحرة بأهلها وطبيعتها وبيوتها في أعالي جبل لبنان، وشفت الحب في التفاعل الجمهور. أما هنيدي فعبر عن إعجابه الشديد بفيلم الكويسين لأحمد فهمي وكتب: ما بطلتش ضحك، ألف مبروك. جمانة مراد وضحت حقيقة اعتناقها الإسلام، وده من خلال ردها على تعليق حد من معجبيها اللي قال هي أسلمت ما شاء الله، حج مبرور وذنب مغفور، قبل ما ترد الحقيقة عليه. فده بالنسبة لبعض الأخبار اللي معنا. ردت عليه صحيح وقالت إن هي مسلمة منذ الولادة والحمد لله. عايزة أقول لكم برضو على أحمد أمين. أحمد أمين وجه التهنئة لأكرم حسني على نجاح فيلمه الجديد البدلة، وكتب على تويتر: أنتي كلبة أعملي أفلام عيد، مبروك بدلة يا حبي أكرم حسني، يعني ضحكة مضمون يا جماعة. المخرج يسري نصر الله بقى أخيرا على فيسبوك نشر أو كشف عن رأيه في فيلم الديزل اللي بيلعب بطولته رمضان، وقال: حضرت فيلم الديزل في سينما ميامي حفل 9:30 النهاردة، أول مرة أدخل فيلم لرمضان في العيد وفي سينما وسط البلد، تجربة مثيرة ودمها خفيف، الفيلم هيكسر الدنيا. ده آخر حاجة معنا النهاردة في سوشيال ميديا الفنانين.